السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم الناس كل. نعتوا الان متواجدين في قريب السيد عبد السلام، قابلنا الكياس المونابري العمارات تقولوا فهمت حكايه 30 متر على الكياس فهمت. احنا هابطين خطوه خطوه، نلقاو قابلنا جامع جراد على اليسار فهمت. واحنا جايين نتاعنا لهنا باش نعملوا طلع على الدار اللي هبطناها طبعا 4-5 ايام للبيع في بلد العربي. به هنا الكياس هذا هبطنا على جامع الكبير وببحر مش لا من هنايا باش نمشيو للدار اللي باش نشوفوها مع بعضنا ان شاء الله. نلقاو سيدي عبد السلام على اليمين فهمت. سيدي عبد السلام فهمت، حومه نظيفه معروفه مش لا. واحنا حكينا طبعا 4-5 ايام على هبطنا نصور في الباج باش دار للبيع. برشا طلبوا منا يحبوا يشوفوا الدار يعني فيديو ريال على الحقيقه فهمت. انا نشوف بعدنا ان شاء الله الدار فهمت. زنقه نظيفه، امباس ما تعديش، حومه نظيفه برشا فهمت. هاك شوفوا انا دار هنا مزيانه. هذه هي الزنقه فهمت اللي نتاع الدار. يعني انسان كما نقولوا احنا يجيب مخده وضربه ويرقد فهمت. فما زنقه اخرى هنا زاده نظيفه فهمت. دار كما قلنا كبيرة، فيها مساحة 200 و300 متر، فيها ما شاء الله عدة بيوت، 5 بيوت نوم، 2 بيوت صالة، صال دوبان، 2 صال دوبان كبار، كوجينة كبيرة، فيها كور، فيها سطح زاد مسيب، هي هذه هي الدار. نلقاو هنا عندنا زنقة هنايا في جنب الدار، الشباك تبع الدار فهمت، لازم واحد يحل يعني باب تاع دار أخرى من هنا. هذه هي الدار هاك شوفوا فهمت. فما زنقة أخرى من غادي. وهي على بركة الله ندخل باش نعملوا طلع على الدار مع بعضنا إن شاء الله، وإن شاء الله تعجبكم. ندخل بسم الله الرحمن الرحيم. نلقاو واحد سقيفة صغيرة تجب حتى تجي صالة صغيرة هذه فهمت. باهي نلقاو سقيفة أخرى. باهي هنا عندنا الدروج طلعنا على السطح، وبعد كي شغل نطلعوا للسطح نطلعوا على السطح خاطر فيه في بانوراميك ميزان برشا على البحر يطل فهمت. باهي ندخل هنايا، هذه عبارة على الدار الأولى خاطر هنا عندنا كورة هنا وعندنا دار أخرى من الداخل. باهي شوفوا هنا بسم الله، هذه هي الدار فهمت. شوف جديدة حتى السقف نتاعها معاود من الجديد، كلها جديدة كلها فهمت. هذا الشباك يحل على الكور فهمت. نلقاو هنايا بيت ما شاء الله، بيت عبارة على بيت صالة فهمت. شوف هذا الشباك يحل على الزنقة الثانية اللي ورينها لكم بكري فهمت. باهي هذايا برسين يحل على الكور فهمت. نلقاو احنا في اللي دخلنا من الاول ما غادي كيا، نلقاو دار اخرى من بعد. باه واصلوا بعضنا الساعه لهنايا. باه لهنايا باش نلقاو بيت في قلب بيت، يعني هذه كيما نقولوا احنا بيت صاله، بيت قعاد، مش عارف يعني بيت نتاع صغار كما تحبوا انتم. نلقاو بيت اخرى زاد في وسط البيت هذه هانيا فهمت لا. هذاك الشباك على الشارع فهمت. لا هاي البيت، هذا جدا الشباك اخر على الشارع باش تاخذوا فكره بالكدا بالكدا يعني بالتفصيل الممل باش نوريكم الدار هذه. من بعد نلقاو بيت اخرى زاد لهنا فهمت. هاني بيت 2-3 بيوت هذه فيها، يعني 2 بيوت في بيت وبيت وحده ايزولي وحدها. هاني الشباك نتاعها فهمت. هنايا الظروف ممكن هذه تجي بيت نوم بيت صاله مش عارف اللي بالضبط كما تحبوا انتوما. بعد سامحوني سامحوني باش نلقاو هنا الدوش والتواليت لافابو شفتوا له هنايا هذايا لافابو فهمت شنو هي المرايه نتاعها هنايا التواليت هنا نتاع الدوش فهمت. امورها واضحه سانك سانك، شباك الضوايه يخرج على الزنقه المغادي فهمت. الهواء عادي به. انا بالتفصيل الممل قلت لكم نخرجوا، هذه عندها باب واحد خاصه بها فهمت. او باش نجبدوا الباب هنا باب تاعها خاصه بها هنا به. نلقاو باب اخر يتحل باب هذا، نلقاو احنا في الكور هذا الكور مش كبير برشا باه لا بحاله فهمت. هذا هو الكور، هذه تاع البيت كنا فيها بكري، هذا نتاع السطح نعملوا بالكرياج حديد سيكيورتي يعني سيكيورتي خارق العاده فهمت. هذا زاد الشباك الحديد عملوه بشلاء
بقى تستح طلع الاسطح هنا الدروج بتاع اسطح. انا بالتفصيل الممل اللي باش يتفرج ياخذ فكره مزيانه برشا على الدار. هذه عملها بتاع الشوفو بتاع السخان بتاع الماء، فهمت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل هنا نلقاه طفل الهول صغير كباهي مش هاي مزيان، فهمت؟ انا ها هذا الهول تا 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 به على اليسار باش نلقاو عندنا البيت لهنايا. هاي البيت، بيت كبيره ممكن بيت نوم هذيا بيت صاله اللي باش يشري يتصرف حاسينو باش انا باش نقول لكم به. هذا هي البيت انا ما شاء الله، وهذا شباك يحل على الزنقه يعني الهواء تبعكم، فماش قلق من الجيران كيما نقولوا احنا باش يحل عليه شباك ولا حاجه. به خرجنا من البيت هذه طف على اليسار نلقاو بيت اخرى يعني ما شاء الله بيت كبيرة زادة تعمل كيف، فهمت؟ راهي المساحة متاعها فيها 203 متر، 203 متر المساحة متاعها مش خايبة. باهي خرجنا باهي كي نخرج نلقاو هنا فما زادة دوش وفيسي شامبوني تواليت أما أصغر من الأخرى، فهمت؟ هنايا السقف متاعها مريقل 5/5. أنا بتاع الدوش تاع الماء ذكية لعبت الماء بس أنا سوق كل مريقلة. خرجنا من هنا باش نلقاو احنا في الكوجينة، وكوجينة زادة كبيرة اللي ما شاء الله. ها استنى هاي الكوجينة شوفوا بسم الله الرحمن الرحيم. ساعة نلقاو في الكوجينة فما كل صالة مونجي بيت واحد شفته لهنا كيما نقولوا احنا. هذه الكوجينة هذه البيت وانا زاد فيها شباك باش تهوي، فهمت؟ هذا في الكونتوار نقولوا احنا كونتوار هنايا صغير برخام امور واضحه 5/5 دار تاع 66 كيف به. هذه هي الكوجينه، فهمت؟ هاك شوفوا ما شاء الله ها ضيف الاسانسيو تاعها كل جديده جديده جدا يعني، فهمت؟ شباك هذا كاين باش يهوي الكوجينه، فهمت؟ احنا تو شامو طلع مع بعضنا على السطح ان شاء الله نشوفوا السطح الفيو بانوراميك على البحر، فهمت؟ الهواء راهو تجم علي يعني تبع الدار نشوفوا شو مع بعضنا ان شاء الله شلعنا على السطح. هلا هنا نتاع مازال تاع البيت شويه ترشيك صغيره برا، فهمت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ودروج مرتاحين والله مرتاحين مرتاحين، عباره واحد مش طلع على الدروج طلع على السنسور كما يقولوها. دروج مرتاحين خارقين العاده لا يتعب ولا حتى. بسم الله الرحمن الرحيم نلقاو السطح نتاع الجيران كذا، وما عندنا فما سيكوريتي في الدار كما قلنا لكم وانا الحديد كذا 15. شوف هذا السطح هذا كل تبع، فهمت؟ هذا كل السطح هذا من هنا تبدا ولا كل تبع الدار. هنا عندنا في بانوراميك مزيان على البحر، باش نعملوا زوم صغير هنا هنا رجعنا. هذا كنت تبعها انا دار السيد لهنا بحثنا متحف دار السيد، فهمت؟ هذا كل السطح تطلع على العمارات بسرعة الحال يعني مش بعيد على الكياس حكيت 150 متر على الكياس، فهمت؟ هذا كل السطح خذوا له ما يفهم العروس يحبوا يبنيوا. هذه الزنقة فهمت انا شبابك نتاع الدار، فهمت؟ نجم تحلوا حتى باب اخر من هنا، فهمت؟ اللي يحب يزيد يعلي نجم يعلي بطبيعة الحال نجم يبني فوق عنده الحق باش يبني. هذا الكيس من الجنة، فهمت؟ هذه الزنقة، فهمت؟ ها شوفوا مع بعضنا الزنقة اللي ما غادي كايا، فهمت؟ حومة نظيفة تعمل 66 كيف ما لها نس نظاف، فهمت؟ هذه الزنقة ما غادي الشيرة الثانية. ها أنا دار خونا محمد معتوق هنا زادة زنقاني. المهم اكو خطه فكره باهيه وان شاء الله كان عجبتكم اللي تعجبوا الدار احنا في موجودين، فهمت؟ تحت الطلب مرحبا بكم الناس الكل كيا وان شاء الله الدار تكون عجبتكم والتصوير نجم يكون ان شاء الله يطلع به التصوير. وهذا خليكم نظره صغيره مره اخرى على الفي بانوراميك تاع البحر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الناس الكل.